اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار إنساني بخصوص الأوضاع في أوكرانيا، ويدعو القرار إلى الوقف الفوري لما يصفها بالأعمال العدائية لروسيا في أوكرانيا، كما يطالب بإنهاء الحصار الذي تفرضه القوات الروسية على مدينة ماريوبول جنوبية أوكرانيا. وصوت لصالح القرار 140 دولة مقابل اعتراض 5، هي بيلاروسيا وسوريا وإريتريا وكوريا الشمالية وروسيا المعنية بالأمر، وامتناع 38 دولة أخرى عن التصويت. معنا من نيويورك مراسلنا عبد الله إيماسي. عبد الله، القرار الثاني من نوعه ضد روسيا، أغلبية ساحقة وفقط موسكو تجد بجانبها 4 دول، لكن ما أهمية هذا القرار كونه صادرا عن الجمعية العامة وليس مجلس الأمن الدولي؟ الأهمية على حسب ما ورد في تعليقات وردود فعل خصوصا الأعضاء الغربيون داخل الأمم المتحدة، أنه ولو أن القرار ليس ملزم على عكس أي قرار يصدر عن مجلس الأمن الدولي كتاني أعلى هيئة تنفيذية داخل الأمم المتحدة، ولكنه يعطي الدعم ويظهر الدعم الدولي، دعم من طرف الدول الأعضاء للأمم المتحدة، دعمهم لأوكرانيا وتنديدهم من للهجوم الروسي على أوكرانيا. وبالتالي هو انتصار يمكن أن نعتبره بحسب المراقبين هنا داخل الأمم المتحدة بأنه انتصار معنوي، انتصار رمزي، لن يكون له تأثير ملزم على الأرض. الأمم المتحدة وائل في حاجة إلى آلية ملزمة من أجل تأطير عملها الإنساني وتدخلها الإغاثي، سواء في أوكرانيا سواء في الدول المتأثرة بالهجوم الروسي على أوكرانيا. ولكن هذه الآلية لحد الآن غائبة. الأمم المتحدة ستواصل عملها في المنطقة المنكوبة ومنطقة والبؤرة الأزمة، سواء أوكرانيا أو دول الجوار، بعيدا عن آلية ملزمة. كما قلت، هذا القرار أو التصويت على هذا القرار جاء فقط لإظهار مزيد من الدعم الدولي. 140 دولة عضوا في الأمم المتحدة تبنت مشروع القرار الفرنسي المكسيكي المشترك، والذي يطالب بوقف روسيا عملها العدائي في أوكرانيا، فتح الممرات الآمنة لخروج المدنيين، دخول المساعدات الإنسانية، أيضا ما يمكن أن نسميه بعدم استهداف الأعيان المدنية، فك الحصار عن مدينة ماريوبول التي باتت عنوانا للأزمة الإنسانية الخانقة في أوكرانيا جراء شهر من العمليات العسكرية الروسية المتواصلة على البلاد. اللافت من كل هذا وائل هو مشروع القرار الذي تقدمت به بشكل مفاجئ جدا جنوب إفريقيا، وحظي بدعم في الكواليس من طرف روسيا داخل الجمعية العامة، في خطوة رآها مراقبون من أنها محاولة روسية للتشويش ولبت الانقسام داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص مشروع القرار المكسيكي الفرنسي المشترك. المشروع القرار الجنوب إفريقي لم يتأهل حتى إلى الأشواط النهائية إن صح التعبير. كان هناك تصويت إجرائي عما إذا كان سيتم إخضاع مشروع القرار الجنوب إفريقي للتصويت، على عكس ما جرى لمشروع القرار الفرنسي المكسيكي، لكن 67 عضوا داخل الأمم المتحدة أشهر الرفض لهذا المشروع القرار، و55 كانوا معه، وأيضا كان هناك عدد من الممتنعين. إذن الأمم المتحدة
تواصل عملها داخل أوكرانيا في منطقة الجوار من أجل العمل على تطويق الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في التاريخ الحديث للقارة الأوروبية، بدون غطاء، بدون ضغط، بدون آلية ضاغطة، من أجل حث روسيا على وقف عملها العدواني على أوكرانيا، وأيضا تفادي هذه الأزمة الإنسانية التي تتفاقم يوما عن يوم بحسب أرقام الأمم المتحدة. نحن نتحدث الآن حتى هذا اللحظة وعلى مدى شهر من البدء الهجوم العسكري على روسيا، نتحدث عن ملايين اللاجئين، 6.5 مليون أوكراني نزحوا داخليا، أكثر من 3.5 مليون أوكراني باتوا في الشتات. شكرا جزيلا عبد الله إيماسي في نيويورك.